فرحي وعايزه تفضحيني؟ انا افضحك برضك؟ انا لو ناوي على الفضايح ما كنتش لميت الدور من الاول واديتك شرف المشاهده الاولى. وطي صوتك، انا لو على الفلوس اديها لك، لكن انا اضمن منين؟ اضمن منين ان مش كل شويه هيطلع لي كوبي يا اخويا؟ نسخه تانية يعني؟ والله انت مصيبك بقى، لو شدتك من نافوخي تبقى لنا خلصت ومش هتشوف وشي تاني. يا رب. انما بقى لو عشعشت هنا عشعشت هتلاقيني واخداها حلوانه في سلوانه ونطلق في كل مكان ان شاء الله في اوضه النوم، وقايل لي ساعه كده بينك وبين العروسه. انت مجنونه يا بت مجنونه. وبيني وبين المورستان فركه كعب، ها هتدفع ولا لا؟ يا دكتور يا قبطان يا دكتور. هدفع هدفع هدفع، بس دلوقتي غوري من هنا غوري من هنا، هدفع هدفع هدفع. يلا انت بس يلا يا ماما يلا يلا بلبس الاعدام اللي انت لابساه ده. انا صلاح. انت فين؟ ده الدنيا مقلوبة عليك. انا كنت بتابع حركة النباتات. تعال. مش بيك يا ماما؟ ما فيش اي حاجة يا بابا، هيكون في ايه يعني؟ شكلك مش على بعضك، وين عريسك يا بنت؟ طمني قلبي. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. انا اطمن يا شيخ عرفان اطمنه. عمر بس جات له دوخه وطلع اوضته فوق ويغسل وشه ونزل على طول دايخ. انا هطلع اشوف. على فكره في حاجه غريبه بتحصل. ما انت عارف عمر ليلته دايما بتختم بمفاجآت. طب انا هقوم اسال اخته كده افهم ايه اللي حصل. هو ما فيش غير اخته تسالها؟ هنيجي بقى على الاخر ونخيب. ما تكبري بقى غازي. المهدئات دي مش كويسه ولا ظاهر الرقاصه قلبت عليك كتير. رقاصه؟ رقاصتي انا ما خدش بالي. هو في رقاصه تحت؟ انت مش مركز بقى يا حبيبي. طب يلا بقى احسن، شكلي بقى وحش قوي قدام الناس وبابا بدا يسال. حاضر حاضر يا حبيبتي وراكي على طول. ما تتاخرش. يلا حبيبتي وراكي وراكي. صايبه ما بتهل بتهل بالجمله. والله انت